انا اتشرفت ان انا كنت معاك النهارده في حلقه انت بنفسك، وان شاء الله هبقى معاك في كل مره، وكل مره هنروح مكان جديد ونتكلم مع الناس، لان هم يبتدوا بنفسهم، كل واحد يبعد عن كل حاجه وحشه ممكن تضره او تضر بلده او تضر المجتمع، ويا رب دايما كده مع بعض ان شاء الله، تحت تنظيم الناس الجامده دي قوي اللي بتتعب، وان شاء الله هنتقابل تاني وتالت ورابع وخامس. حسام البجاري.